بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنستي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نعتذر عن هذا التأخير لأن بعض الظروف حصلت يعني في الاستوديو، ونقول لكم دائما طابت الجلسة. نتمنى إن شاء الله أن تعجبكم الحصة اليوم. رانا في الحقيقة نعتذر، كان معنا بعض الضيوف واعتذروا في آخر الوقت، كنا باش نتكلموا عن قضايا الطلاق، لكن معليش احنا عندنا بعض المواد اليوم باش نقدموها عوضا عن موضوع الطلاق، نأجلوه إن شاء الله إلى فرصة أخرى. طبعا عن أعلام النبوة نتكلموا، عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. طبعا الإمام الموردي اللي ذكر في أعلام النبوة لما ظفر سيف ابن ذي يزن بالحكم في اليمن، حدثت مع الوفود التي قدمت إليه لتهنئته بالحكم وبالنصر بعض المعجزات سنتكلم عنها. قبل ذلك طبعا نعطيكم ملخص وجيز عن حياة الإمام الموردي. طبعا هو أبو الحسن علي ابن محمد ابن حبيب، أكبر قضاة الدولة العباسية في آخر عهدها، صاحب التصنيف الكبير للفقه، كان من الشافعية. طبعا ولد سنة 972 تقريبا في نفس الفترة اللي تأسست فيها الجزائر العاصمة ميلادية بالبصرة، ونسب إلى أسرته التي اشتهرت ببيع ماء الورد فسمي الماوردي، يعني الكنية تاعه. عالم كبير بالأدب أيضا واللغة، وامتاز بالفصاحة بفصاحة لسانه وحسن محاضراته لطلابه، وانفرد بتفسير القرآن الكريم ببعض الاتجاهات التي تدل على أصالته وعمق تفكيره، خاصة بالآيات المتعلقة بمبادئ الحكم والسياسة، هذا اللي اشتهر فيها هذا الماوردي. من أشهر مؤلفاته طبعا مختصر علوم القرآن وأمثال القرآن والأحكام السلطانية، وكتاب درر السلوك في سياسة الملوك، وأدب الدنيا والدين هذا معروف عند العامة، والعيون في اللغة وغيرها. توفي رحمه الله سنة 1058 ميلادية تقريبا بعد دخول الهلاليين إلى أفريقيا بسنوات، هذا الإمام الموردي. طبعا الإمام يذكر لنا يعني لما سيف بن يزن ابن ذي يزن، هذا قصة معروفة ومشهورة وكانت تروى في المجالس وفي المحافل وفي الليالي، يعني لما أصبح أكبر أحد ملوك العرب في عصر ما قبل الإسلام طبعا، وحكم من قصر غمدان في صنعاء، يعني في فترة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ولادة الرسول بسنوات، لأنه هو كما سيأتي لما زاره وفد قريش برئاسة عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد توليه لحكم اليمن وطرد الأحباش، لأنه هو كان قام بحرب ضد ابن أبرهة المسروق ابن أبرهة الحبشي. وطبعا أبرهة تعرفوه لأن عنده قصة مع لما حاول هدم الكعبة وأنزل وأبعث الله عليه طيرا أبابيل في الصورة، أنت ألم ترى كيف، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر الصورة. هذا عنده ابن اسمه مسروق وتولى الحكم بعد أخيه، وقام سيف لأنه ليس شقيقه، أخوه من الأم. ويقال في السير وفي القصص، طبعا هناك خرافات تقال بأن أم سيف بن ذي يزن من الجن، هذه يعني معروفة وكانت تروى في تونس في الجزائر في مصر في السابق، كانوا يروها رواة الأخبار. وكان عالما هذا سيف بأخبار الكتب المقدسة، لأن مش تعرفوا اليمن رو كانت فيها الديانة اليهودية ثم النصرانية، والأحباش اللي هم الحبشة الآن إثيوبيا كانوا أحيانا يوصلوا إلى حكم اليمن، حكموا لعدة سنين يعني وعدة فترات، وكانت هناك يعني تقريبا حروب حروب نقول إحنا طويلة بين الأحباش وأهل اليمن. هذا سيف لما تولى الحكم كان عالما بأخبار الكتب المقدسة، فقد تعلم ذلك خلال حكم الأحباش اليمن، والأحباش طبعا كانوا نصارى، وكان باليمن أحبار اليهود.
وقيل أن أمه ريحانة ابنة ذي جدن من أهل الجن، وتزوج أبرهة الحبشي صاحب الفيلة المعروف التي ذكرتها لكم، وولدت له مسروق ابن أبرهة الذي حكم بعد أخيه وهو أخ سيف. وفي السيرة أخبار عجيبة عن الملك سيف هذا، وما يهمنا هنا هو زيارة وفد الحجاز لسيف حين تقلد الملك، فقدموا لتهنئته كما هو الحال في التشريفات انتع الملوك، والناس تروح يعني الوفود تأتي من كل بلاد، وزراء سفراء مبعوثين عين مناطق إلى آخره. كان وفد مكة أو وفد الحجاز كان قد زار سيف وقدموا له التهنئة، وكانوا طبعا بقيادة أو كان الممثل اللي نقوله إحنا قبيلة قريش هو عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما طبعا لتهنئته ومدحه وذكر ما كان من بلائه وطلبه بثار قومه، فأتاه وفد قريش وفيهم عبد المطلب ابن هاشم وأمية ابن عبد شمس وعبد الإله ابن جدعان أو عبد الله ابن جدعان وأسد ابن خويلد ابن عبد العزة، في ناس من أشراف قريش. فلما قدموا عليه إذا هو في رأس قصر يغال له غمدان، وهو الذي يقول فيه أمية ابن أبي صلت يذكر بقى يعني اشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا في رأس غمدان دار منك محللا. قال فاستأذنوا عليه، استأذن عليه الوفد تاع مكة أو وفد قريش، فأذن لهم بالدخول. فإذا الملك مضمخ بالعنبر يعني مطلي بالعنبر يرى وبيس الطيب من مفرقه، يرى وبيس الطيب من مفرقه عليه بردان، البردان هي الملابس، مؤتزر بحليمة ولابس الآخر، سيفه بين يديه، وعن يمينه وعن يساره الملوك وأبناء الملوك والمقاول، المقاول هما هذم أعيان البلاد تاع اليمن. قال فدنا عبد المطلب واستأذن في الكلام، استأذن منا قال له حاب نتكلم، فقال إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فتكلم. قال له إذا كان أنت متعود تتكلم بين يدي الملوك تكلم تفضل، فقد أذن لك. فقال عبد المطلب إن الله أحللك أيها الملك محلا رفيعا، صعبا منيعا، شامخا باذخا، وأنبتك بنبتة طابت أرومته، قلنا الأرومة هي الأصول، وعزت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن، وأنت أبيت اللعن. أبيت اللعن هذه التحية جاهلية مش معدو عارفين، قالها النابغة الذبياني أبيت اللعن أنك لمتني، وأنت أبيت اللعن ملك العرب وربيعها الذي يخصب به، وأنت أيها الملك رأس العرب الذي إليه تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي تلجأ إليه العباد، سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف، فلن يخمل ذكر من أنت سلفه ولن يهلك من أنت خلفه، ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنت بيته، أشخصنا إليك الذي أبهجنا لكشف الكرب الذي فدحنا، فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزعة، معناها جينا نهنو ما جيناش نعظمه في الأجر أو جينا معناها في المصائب. فقال ابن ذي يزن فأيهم أنت أيها المتكلم؟ قال له أنت منه من قريش. فقال أنا عبد المطلب ابن هاشم. قال ابن أختنا؟ قال نعم ابن أختكم. قال أدنوا؟ فأدناه على القوم وعليه، فقال مرحبا وأهلا. المهم من بعد قال ثم انتبه فأرسل إلى عبد المطلب فأخلاه، قال له هيا لي وحدي كنعود يعني خالي وحدي في المجلس، وأدنى مجلسه وقال يا عبد المطلب إني مفوض إليك من سر علمي ما لو كان غيرك لم أبح له به، ولكن رأيتك معدن أصيل وأطلعتك عليه، فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ في أمره. وش قال له؟ قال له إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيره خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. قال عبد المطلب أيها الملك فمثلك من سر وبر، معناها لازم تسرني وتبرني، فما هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر. قال إذا ولد بتهامة غلام يعني بين كتفيه شامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. فقال له عبد المطلب أبيت اللعن
لقد أتيت بخبر ما أتى بمثله وافد، فلولا هيبة الملك وإجلاله وعظامه لسألت من بشارته إياه ما ازداد به سروري. قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد، اسمه أحمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وأمه، وقد ولداه مرارا، والله باعثه زهارا وجاعل من له أنصارا، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، يضرب بهم الناس عن عرض ويستفتح بهم كرائم الأرض، تكسر الأوثان وتخمد النيران ويعبد الرحمن. هنا سيف يعني جاب الأمارات تاع النبوءة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال له القول الفصل أن حكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعل وينهى عن المنكر ويبطله. قال عبد المطلب: أيها الملك، عز جدك وعلى عقلك أو عقبك وطاب ملكك وطال عمرك، فهل الملك ساري بإفصاح؟ فقد أوضح بعد الإيضاح. فقال ابن ذي يزن: والبيت ذو الحجب والعاملات على النصب، إنك يا عبد المطلب لجده، عرفه من بعد، قال له أنت رك جده يعني لجده غير الكذب. قال: فخر عبد المطلب ساجدا، فقال ابن ذي يزن: ارفع رأسك، ثلج صدرك وعلى أمرك، فهل أحسست شيئا مما ذكرت لك؟ قال: نعم أيها الملك، كان لي ابن وكنت به معجبا، رفيقا أو رقيقا، فزوجته كريمة من كرائب قومي، آمنة بنت وهب بن عبد مناف عليها السلام، فأتت بغلام سميته محمدا، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه بين كتفيه شامة، وفيه كل ما ذكرت من علامة. قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك لك ما قلت لك، فاحتفظ بابنك واحذر عليه من اليهود، فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا. فطوي ما ذكرته دون هؤلاء الرات، قال حتى الجماعة اللي رم معاك ما تخبرهمش بالخبر. ولولا أني أعلم أن الموت يجتاحني قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير بيثرب دار ملكه، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره، ولولا أني أقيه الآيات وأحذر عليه العهاد لأعلنت على حداثة سنه ذكره. قال: لو كان كنتش خايف عليه كنت نعلن الذكر التعب بأنه ولد وأنه سيكون رسولا، وأوطيت الأسنان العرب عقبه، ولكني صارف ذلك إليك بغير تقصير ممن معك. ثم آمر لكل رجل من العرب من القوم بعشرة عبيد وعشرة إماء سود وحلتين من حلل البرود، حلل برود اليمن هذه معروفة، وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة، وعبالهم يقولوا إحنا كما ضبية وكرشن، هم يقولوا كرشن، وكرشن مملوء عنبرا، ولعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك. وقال له: إذا حال الحول فأتني بأمره وما يكون من خبره. قال له: بعد عام لازم ترجع لي وتقول لي وشو الخبر تاع الطفل هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول. قال: فكان عبد المطلب كثيرا ما يقول: يا معشر قريش، لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء، بجزيل عطاء الملك، وإن كان كثيرا. قال لهم: ما تغبطونيش كعطاني الملك أكثر منكم، وإن كان فإنه إلى نفاذ. قال لهم: هذا الحوايج هذه الهدايا كل تروح، ولكن ليغبطني بما يبقى لي ولعاقبي ذكره وفخره وشرفه. فإذا قيل له: وماذاك؟ قال: ستعلمون ما أقول لكم ولو بعد حين. ما حبش يقولهم الحقيقة حتى انتهى. وهذا من هواجس النفوس من إلهام العقول، فإن العقل ينظر بالخواص الكائنة حدثا ويعلم بعد الوجوب حسا، فقل حادث إلا تقدم نذيره وبحسب خاطره يكون تأثيره. وهذا ما ذكره طبعا الموردي العالم الكبير عن أعلام في أعلام النبوة عن سيف بن يزن وحديثه مع وفد قريش. طبعا نواصل دائما في احنا ما زلنا في اليمن، ما نخرجوش من اليمن ومع الملوك تاع اليمن، وملوك اليمن رم حكمه حتى في ارض نقولوا احنا شبه الجزيره العربيه. حكمه طبعا كما تعرفوا في اليمامه، وحكمه في الكوفه اللي كانت تسمى في الماضي الحيره. والان باش نروحوا الى قصه من القصص الهامه جدا، وخاصه في التربيه، تربية البنات. طبعا المثل نأتي الأمثال الميداني
ما وراءك يا عصام. عصام كانت العرب تسمي عصام رجل وعصام امرأة، حتى حاجب النعمان بن المنذر كان يسمى عصام ويذكره النبي غذوبياني، وهذه عصام امرأة يعني كانت في نقولوا احنا من أقارب ملوك كندا، وأول من قال ذلك الحارث بن عمر ملك كندا، قال ما وراءك يا عصام. طبعا هذا أصبح مثلا، وذلك أنه لما بلغه جمال ابنة عوف، هذه ابن محلم الشيباني، وكمالها وقوة عقلها دعا امرأة من كندا يقال لها عصام ذات عقل ولسان وأدب وبيان، وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. هذا حاب يزوجها، هذا ملك الملوك بكري كانت تختار طبعا النساء ويسمعوا بالجمال ويسمعوا بالعقل ويسمعوا بالأدب نتاعها وتربيتها، يحبوا يعرفوا يبعثوا امرأة تنظرها وتشوفها تراها عن قرب. فمضت حتى انتهت إلى أمها وهي أمامة ابنة الحارث، احنا معروفة القصة تاع أمامة ابنة الحارث، وهذا علاش حبينا نذكرها، لأن اليوم رو عندنا يعني عافاكم الله الطلاق رو انتشر بكثرة في الجزائر وفي العالم العربي كل، وطبعا كاين حتى اللي يجيب ولد زوج يطلق، كاين اللي يتزوج ست شهور يطلق، يعني الأمور هذه لازم نضعوا لها حد. ليش نضعوا لها حد؟ بالتربية وبالاستبصار وبالروية. التماهل الإنسان كي يجي باش يخطب الولدة لازم يحاول باش يثقل روحه شوي، وحتى وإن طالت البحث طال البحث يكون أحسن من أن يتزوج ابنك ثم يطلق. حاولوا دائما. وتربية البنات، هذا الموضوع أنا اللي جايبه عن تربية البنات، ومعروف ومذكور وذكروه العلماء والناس وموجود في كل الكتب هذا. قال اذهب. فمضت حتى انتهت الى امها وهي امامه بنت الحارث، فاعلمتها ما قدمت له، قلت لها انا رو بعثني ملك وراني جاي بشوف بنتك. طبعا تفرح لان باش تناسب ملك، هذه حتى هنا في البلاد كي يجي واحد باش يناسب رئيس دائره ولا والي ولا قاضي ولا انسان لبس به، طبعا ام البنت تفرح وهذا من حقها. قلت لها راني حاب نشوف بنتك. فأرسلت أمامة إلى ابنتها وقالت شوف أنتم التربية وشوف الأخلاق وشوفوا الناس حتى في الجاهلية هذا وقبل الإسلام. قلت لها أي بنية هذه خالتك أتتك لتنظر إليك فلا تستري عنها شيئا إن أرادت النظر من وجه أو خلق، يعني سواء من الجسد أو من الأخلاق ما تغطي عنها شيء، وناطقيها إن استنطقتك، معناها كلمها إذا كلماتك وسألاتك أجيبها. فدخلت إليها فنظرت إلى ما لم ترى قط مثله، يعني شافت وكلمتها ورأت يعني البنت هذه في الأدب في الأخلاق في الجمال في كل شيء. وخرجت هذه العصام العجوز هذه وراحت. وش قالت بعد ما خرجت من عندها؟ وهي تقول ترك الخداع عن كشف القناع، معناها أنني كشفت القناع وما عاد حتى حاجة مستورة. فأرسلتها مثلا، ثم انطلقت إلى الحارث الملك طبعا اللي كان ينتظر فيها وكذا. فلما رأى مقبلة قال لها ما وراءك يا عصام؟ قالت صرح المحض عن الزبد، معناها الأمور أصبحت واضحة كما الشكوى لما تخضها وتخرج الزبدة تاعها. رأيتك المرآة المسقولة، رأيت يعني رأيت له طفلة كأنها المرآة المسقولة يزينها شعر حالك كأذناب الخيل. شعر حالك معناها شديد السواد، حالك يقول لك ليل حالك معناها شديد السواد كأذناب الخيل، إن أرسلته خلته السلاسل كما كي تخليه معناها نقول عليه ما تضفراش، تقول أنت هذا مش شعر هذا سلس، وإن مشطته قلت عناقيد جلاها الوابل، جلاها المطر معناها العناقيد، وحاجبين كأنما خط بقلم أو سود بحمم، معناها داروا لهم الفحم، أو تقوس على مثل عين ظبية عبهرة، بينهما أنف كحد السيف الصنيع. بدأت تذكر لها في المحاسن أنت على الجمال تاع وجهها وانت أنفها، يعني الأنف تاعها كحد السيف الصنيع، معناها رقيق وطويل إلى آخره. أما العجائز والنساء يعرفوا الأمور هذه الأوصاف تاع الجمال. حفت به وجنتان كالأرجوان، وجنتان معناها الخدود كالأرجوان، في بياض كالجمان،
شق فيه فم كالخاتم، الفم يكون صغير يعني لذيذ المبتسم، معناها كي تبتسم تبان الضحكة تاعها جميلة. وبدأت توصف لها يعني في نقولوا احنا في جسمها، ومن بعد قلت لها يعني عن الأخلاق تاعه إلى آخره. فالملك يعني طبعا قبل، قبل، فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها. أباها قال لنا راني حاب نزوج بنتك، وخطبها خطوبة الملوك فزوجها إياه وبعث بصداقها فجهزت، جهزوها. نهار الأرس نقولوا احنا مش نجيبوا ديسك جوكي والناس هذه، هذه مش تاع ديسك جوكي الناس هذه والله كذا، يعني نهار الأرس شوفوا وش كاينه. فلما أرادوا أن يحملوها إلى زوجها قالت لها أمها، بدت باش توصيها أمها، وإحنا ما عدناش هالوصايا هذه أبدا، لازم نوصوا البنت باش تطيع زوجها، وراو الطهر يعني مفروضة فرض تقريبا. فقالت لها أمها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، لأن الراجل راه يشقى ويخدم ويجري ويجيب وكذا، حتى وكانت هي عاملة ولا موظفة لازمها تطيع زوجها، ولازمها يعني تبني عش الزوجية وتطيعه، وراو مكانش الكمال راو لله سبحانه وتعالى، مش تعود تقول لك أنا ناقصة كذا وناقصة كذا. هذم ناس شوف الوصية وفهم. أمها وش قلت لها؟ قلت لها أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، معناها قلت لها راني باش نوصيك، ولكنه كان جاء الناس المؤدب يبطل الوصية أنت أولى باش ما نوصيكش، ولكن قلت لها ولكنها تذكرة للغافل، طبعا الوصية راهي تذكرة للغافل ومعونة للعقل، ومعونة للعقل. قلت لها ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها، صحيح قلت لها أنت ربي أهلك يعني إحنا يا أغنياء، ولكن ما كانش مرأة باش تستغنى عن الزوج لأن أبويها غنيين معناها في الغنى، وشدت حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه. قلت لها وكان جات الناس تستغنى عن الزواج بغنى أبويها كنت أنت أول واحد باش يستغنى. أسمع مليح. قلت لها ولكن النساء للرجال خلقنا، أيوة، ولهن خلق الرجال، ولهن خلق الرجال، لأن الزواج هذا رو أمر ضروري حياتي معناها في الدنيا. هذا ربي رو سبحانه وتعالى كي خلق الإنسان وخلق منه الذكر والأنثى كان باش تتواصل الناس وتتكاثر وإلى آخره، وهذا هو الزواج ركن من أركان الحياة، يعني لازم باش يكون زواج، لأنه كان ما يكونش زواج ما تكونش كاين تكاثر، ما تكونش كاين عباد إلى آخره، تفنى الأمم. قلت لها ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، أي بنية، قلت لها راكي باش تفارقي الآن، إنك فارقتي الجو الذي منه خرجتي، أكي باش تفارقيه الجو هذا تاع حوشك وتاع أهلك وتاع يعني خاوتك وكذا، وخلفتي العش الذي فيه درجتي، باش تخلفي العش اللي تربيتي فيه. قلت لها راكي رايحة إلى وكر لم تعرفيه، أيوة رايحة الدار ما زلت ما تعرفي فيها عاد شيء، وقرين لم تألفيه، وزوج هذا القرين راكي مش موالفة به، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكون لك عبدا وشيكا. قلت لها إذا كان أنت درتي روحك أمة لهذا الزوج سواء كان ملك أو غير ملك يكون لك هو عبد مطيع. يا بنية، قلت لها راني باش نعطيك 10 خصال، أحملي عني 10 خصال تكون لك ذخرا وذكرى، يعني هذه وكأنها ذخيرة، الخصال هذه ذخيرة مليحة تلقاها يعني. قلت لها الصحبة بالقناعة، صاحبيه بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، هاتو من يفهم قال واحد، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه. قلت لها أنت لازمك ديما تتعهد الأماكن اللي هو يحب يشوفها، سواء في البيت أو في الحشم أو في العيال أو في كذا، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، وتتفقد حتى وين يشمه لأنه ما يحبش يشم حاجة بشعة. قلت لها فلا تقع عينه منك على قبيح، لازم العين انتهى وين يشوفك هو يصر يعود مسرور، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، لازم يشم من غير الروائح الذكية الشهية المليحة اللي تفوح بعبق الريحان.
إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، البكري هم يكحلوا العينين، والماء أطيب الطيب المفقود. الماء يعني الإنسان لازم ديما يكون نظيف، آه. الإنسان لازم ودين نحن دين الإسلام نظيف. واليوم ما دام ندير لكم بين قوسين، أنا كتبت في الصفحة تاعي يعني يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله، لو كان أهل سوف يديروا تطوع صباح الجمعة يبطلوا حتى القضية ويبطلوا ما يروحوش حتى بلاصة، يديروا يعني تطوع حملة تاع نظافة، لأن والله المدينة راي أصبحت يا ناس أصبحت مسخة، مدينة الواد والإسلام نظيف فتنظفوا. أنت تعود رايح لصلاة الجمعة وتخترق المزابل وتخترق الأوساخ إذا لازم الناس ويا سيدي ما واش فيها، كان خسرتوا صاشيات كحل وشباب وذر ورجال كبار يوقفوا ويقولوا للأطفال وللشباب يلا أجمعوا القمامات والنفايات ويحطوهم في جهة، وتجي يعني الشاحنة نتاع البلدية تهزهم وتصبح المدينة نظيفة. والله هذا نيا قال فهمت هذا اللي قادر عليه راني درته والله أعلم. يقولها فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود. الماء باش تعرفوا على الوضوء والنظافة، والتعهد لوقت طعامه لازم تعرفيه وقتاش ياكل، وقت يعني باش ما تخليش يجوع، تتعهدي وقت الطعام نتاعه سواء في الوجبة تاع الصباح أو في وجبة الغداء أو في وجبة العشاء، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عنه عند منامه. معناها كي يجي باش يرقد لازم انت تكوني هادئه باش يرقد يعني يقيل كما نقولوا احنا، فان حراره الجوع ملهبه، اذا كان خليتيه جوع راه يصبح شغلاب، وتنغيص النوم مغضبه، والانسان اذا كان ما رقدش مليح راه يعود غضبان ويعود مش قد مش طبيعي الى اخره. قلت لها والاحتفاظ ببيته وماله، تحتفظي انت بالبيت تاعه والمال تاعه، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، أنك ترعي معناها الإرعاء ترعي نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، تحتفظي بالمال هذا. كاين نسوين احنا عندنا بالواد بعض العروش اللي معروفة مشهورة باللي نساهم يعني عندهم حسن التقدير، هذا الراجل حتى يعود شوي تقوم به ويعني وتنهض به حتى كان الدخل تاعها ضعيف، لان علاش؟ لان عندها حسن التقدير، هذا تقدر كيفاش تصرف وكيفاش تخلي وكيفاش الى اخره باش تمشي مع الامور تاع الحياه هذه. حسن التقدير والارعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير، هذا من حسن التدبير، ولا تفشي له سرا، زوجك هذا ردي بالك يعطيك سر ولا تسمعي منه كلمة وتروحي تقوليها للناس، لأن هذا راه يفسد العلاقة. ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، لو كان يسمع بيك باللي ركي قلتي للناس عن السر تاعه راه ممكن يغدر بيك، وهذا علاش لازم البنات تاعنا يتعلموا الأمور هذه. وإن عصيتي أمره أو غرتي صدره، معناها لو كنت تعصي أمره صدره يضيق وممكن يتغشش عليك، نقول احنا أو غرتي صدره معناها يتغشش. ثم اتقي مع ذلك يعني ردي بالك، اتقي مع ذلك الفرح إن كان تريحا، كيعوده متقلق أو حزين وكذا ردي بالك تفرحي. ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان تريحا، عندما يعود هو زعفان أو عنده مشكل وكذا ردي بالك تفرحي قدام إيديه معناه. والاكتئاب عنده إن كان فرحا، وردي بالك تكتئبي أو تحزني يعوده فرحان، فإن الخصلة الأولى من التقصير، يعني الخصلة الأولى التقصير، والثانية من التقدير، الثانية راك تقدري عليه معناها تغشيه. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، عظميه دائما زوجك، المصريات عندهم الأساليب هذه تاع تعظيم الزوج والكلام الطيب، وفي سوريا تقول له تعبرني، واكم عارفين يعني احنا في الجزائر ما كانش الامور تاع التعظيم هذه، الله اعلم.
احنا نعظم الله سبحانه وتعالى والله هو اللي يتولى امرنا. وكوني اشد ما تكونين له اعظاما يكون اشد ما يكون لك اكراما. وين تعظميه انت وين يكرمك هو. واشد ما تكونين له موافقه يكون اطول ما تكونين له مرافقه. واعلمي انك لا تصلين الى ما تحبين. راكي ما تقديش توصلي الى الرغبه تاعك والحاجه اللي تحبها حتى تؤثري رضاه على رضاك، حتى انت تعودي تتمني باش هو يرضى قبل ما ترضي انت، حتى تؤثري تحبي معناها تقدمي رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما احببتي وكرهتي والله يخير لك. طبعا فحملت فسلمت اليه فعظم موقعها منه وولد له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن. هذا رجد امرأة القيس ولدت له الملوك السبعة نتاع كندا المعروفين اللي حكموا. طبعا قلت لكم بأن أبو عبيد يروي أن ما وراءك على التذكير، ما وراءك كاين يقولوا ما وراءك وكاين اللي ذكروها ما وراءك على التذكير. وقال يقال أن المتكلم به أول من أتكلم به النابغة الذبياني، قاله لعصام ابن شهبة حاجب النعمان وكان مريضا وقد أرجف بموته يعني خاف، فسأله النابغة عن حال النعمان فقال ما وراءك يا عصام، ومعناه ما خلفك من أمر العليل أو ما أمامك من حالي. ووراء هذه يعني تستعمل في الأضداد سواء الأمام أو الخلف. قلت يجوز أن يكون أصل مثل ما ذكرت. ثم اتفق الأسماك فخوطب كل بما استحق من التذكير والتأنيث. تستطيع أن تقول ما وراءك وما وراءك. احنا رانا جبنا لكم هذه القصة لأن كان موضوعنا في الحقيقة باش يكون على الطلاق، وهذه رأي في من المفروض هذه الوصية من المفروض أنها تكون في كل بيت وأنها تكون عند كل أم، يعني كل إنسان يحفظها لزوجته وزوجته تعلمها لبناتها، وباش يكون في المستقبل إن شاء الله يكون عندنا جيل مجتمع راقي مهذب. وكان اللي يسمعوها هذه حتى عند بعض العلماء وكثيرا ما تقال حتى في المساجد في الخطب المسجدية يوم الجمعة إلى آخره. هذا ننتقل الآن إلى سي النابغة الذبياني. النابغة الذبياني هذا علاش هو كان الحكم نتاع الشعراء، الحكم نتاع الشعراء طبعا في سوق عقاظ، وكانت ينصبوا له خيمة وكان يوقف على عصا ويجوه الشعراء ينجدوا أمامه، يعني تقريبا تقدر تقول كما الحصة تاع الحان وشباب هذيك. احنا توعدت الحان وشباب بكري كان شعر، وتوعدت الشغل الحان وشباب ولا منيش عارف الحصة تاع الخليج اللي يديروها تاع الغناء أو تاع كذا إلى آخره. إذن الحكم هو النابغة، واسمه الحقيقي هو زياد بن معاوية ابن ذباب ابن جناب ابن غيظ ابن مرة ابن عوف ابن سعد ابن ذبيان ابن بغيث. وطبعا انتم ذبيان هذه مش تعرفوها راهي قبيلة اخت عبس، عبس وذبيان اللي وقعت بينهم الحرب الى اخره. ولكن النابغة هذا لانه شاعر كان يعني يروح للملوك وكان يعيش اكثر ايامه في الحيرة، ولما حدثت المشكلة بينه وبين النعمان ابن المنذر ملك الحيرة هرب للغساسنة، ايضا هرب للغساسنة حتى دخلوا بعض الناس كما حدثتكم واصلحوا واصلحوا. قالوا علاش سموه النابغه؟ قال لان عنده هو بيت من الشعر يقول فقد نبغت لهم منا شؤون، وهو احد الاشراف الذين غض الشعر منهم، وهو من الطبقه الاولى المقدمين على سائر الشعراء. احنا علاش جبنا النابغه؟ لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، يعني عمر بن الخطاب كان دائما يحب الشعر تاع النابغه هذا. سالهم مره قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر غطفان من الذي يقول، شوف شوف البيت هذا، أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون. هذا رو من بعد كاعتذر للنابغة يقول له راني جيتك عريان ما عندي حتى حاجة باش نخبيها عليك، وحتى ثيابي ريبالية ثيابي ريبالية على خوف
تظن بي الظنون. قال له راني هذا البيت كان يحبه عمر، معناه راني جايك وكأن احنا كنقولوا رايح ربي الحمد لله عريان، لبس عليا ما عندي ما نخاف، الله سبحانه وتعالى ما درت تحت حد شيء. هو كان ايضا مع الملك هكذا. عفوا معذر. طبعا قالوا النابغة قال ذاك أشعر شعرائكم، قالهم هذا أشعر الشعراء. طبعا هناك رواية أخرى أخبر بها أحمد وحبيب قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عبيد بن جنات قال حدثنا معا بن عبد الرحمن عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن جده عن الشعبي، الشعبي هذا العالم المعروف. بسم الله الحمد لله. حدثنا الشعبي قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من أشعر الناس؟ قالوا أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال من الذي يقول هذا بيت آخر للنبغة؟ إلا سليمان، سليمان الملك النبي عليه السلام، هو يتكلم على الملوك ولكن يتكلم قالهم ركم أنتم على الملك هذا، قال لك أنت أقوى الناس وأحسن الناس وأعز الناس، كان أقوى منك واحد فقط اللي هو سليمان. إلا سليمان إذ قال الإله له، لأن سليمان رو ربي هو اللي بعث له، لأن النابغة رو كان يعيش في الحيرة، الحيرة اللي هي الكوفة الآن، وكانت فيها النصرانية، كانوا أغلبهم موحدين يعني باش تعود عارف يعني أهل توحيد يعرفوا الله سبحانه وتعالى. إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفندي، يعني احددها عن الهلاك، قم في البرية فحددها عن الفندي، الهلاك والخطأ. هذا البيت أيضا يعجب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. هناك بيت آخر تابع له، طبعا هو الناس كانوا يعتقدوا أن الجن هي اللي بنت مملكة تدمر، انت زنوبيا، انت زنوبيا تدمر المدينة اللي موجودة كما نقولوا احنا كما تمقاد، موجودة في سوريا، هذه في صحراء سوريا بين سوريا والعراق. كانوا يعتقدوا بأن بناها الجن، حتى النابغة يقول أن الله سبحانه وتعالى لما أمر سليمان إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فحددها عن الفندي وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدبر باستفاح والعمد. قالوا النابغة أيضا وهو قائل أتيتك كذا، عند أبيات أخرى، عند أبيات أخرى يعني من الأبيات اللي ما يقدر يجيبها حتى شاعر، قالوا هكذا يقول له حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، هذا للنعمان بن المنذر من بعد النعمان اللي من بعد جاي يعتذر له إلى آخره، يقول له وليس وراء الله للمرء مذهبه، معناه راني نيك حلفت رو ما كانش وراء الله، ما كانش بعد الله سبحانه وتعالى مذهب آخر، رو الناس كل مذهبها هو أنها ترضي الله سبحانه وتعالى. يقول له لئن كنت قد بلغت عني وشاية أو خيانة في بعض الأبيات لم أبلغك الواشي أغش وأكذبه، أنت نام الناس جو بيني وبينك وقالوا لك كلام وكذا، هذا رم يكذبوا ورم ناس يا لطيف منهم. المهم هذا من أيضا من الأبيات اللي كانت تعجب عمر بن الخطاب. هناك بيت آخر سأذكر لكم أيضا، يعني ابن عباس، قام رجل إلى ابن عباس فقال أي الناس أشعر؟ فقال ابن عباس أخبره يا أبا الأسود الدؤلي، أبا الأسود الدؤلي المعروفة، قال الذي يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. هذه أيضا في الاعتذاريات للنعمان، يقول له وش يقول له؟ يقول لك أنت راك كل ليل راو بش يدركني، يدركني الليل، فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت حتى وكان ظنيت نيا بأن الهروب منك رو كاين مجال واسع، رو الليل ما تقدش تهرب منه أبدا. إذن أخبرني أيضا الحسين بن يحيى قال قال حماد قرأت على أبي عن جرير بن شريح ابن جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا عند الجنيد ابن عبد الرحمن بخرسان وعنده بنو مرة وجلساؤه من الناس فتذاكروا شعر النابغة حتى أنشدوا قوله فإنك هذا البيت انت فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. هو وعنده بيت آخر تبع له يقول له رني يشغل في بير خطتي في حجن في حبال متينة تشد بها إليك أيد نوازع، تشد بها أيد إليك نوازع، معناها رني شغل في البير وراي كاين جرارة وكاين حبال متينة وانت راك الفوق ونيرني لتحت كان قديت تطلعني انت صحة كان ما كاش نا ايدي راي طالعة راني نستنى فيك.
تشد بها إليك أيدي النوازع، خطاطيف حجر في حبال متينة تشد بها أيد إليك نوازع. أيضا فقال فخنس أي رجع حسان لقوله أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا عمر بن شبة إلى آخره، قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء، هذا عالم في اللغة وعالم في التفسير وعالم في القرآن وأحد القراء عمرو بن العلاء، قال لفلان رجل سماه فأنسيته، قال نسيتها. وكانوا يتكلموا أيضا على أبيات النابغة، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرأة مذهب، هذا النابغة الذبياني ومعروف الشعر بتاعه. وحاولوا يا أهل سوف باش ترجعوا شوية إلى الشعر وإلى الأدب، فالأدب راه زينة الحياة. لأن اليوم الحقيقة هذا ما عندي، وشكرا لكم وبارك الله فيكم، طابت الجلسة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله، تحياتي.